نعم بالفعل، يعني هذا المعرض يعد واحد من المعارض الهامة التي تستقطبها دبي وتنظمها هنا في الإمارة، خاصة فيما يتعلق في المجال الصحي. اليوم نحن في آيدك دبي 2022، هذه الدورة 26 من المعرض، يتم من خلالها مشاركة كثير من الشركات العالمية هنا في هذا المعرض. هناك 3800 شركة عالمية، أيضا من خلال هذه الشركات يتم عرض أكثر من 4800 أيضا منتج جديد أو منتج يتم استخدامه في مجال طب وجراحة الأسنان. هذا المعرض أيضا يتم التركيز من خلاله على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا والتقنيات التي يتم استخدامها في مجال علاج وجراحة الأسنان، بالإضافة إلى ذلك من خلال أو في اليوم الأول من هذا المعرض تم عرض 3 ابتكارات جديدة مختصة أو في مجال طب الأسنان، وهي الروبوت الذي ينقل المعدات من وإلى عيادات الأسنان، بالإضافة إلى ابتكار سكانر أو انترو سكانر داخل الفم، وهذا الانترو يتم من خلاله تصوير صور عالية الجودة تساعد الأطباء على معرفة الأسباب أو السبب الرئيسي في مشكلة الأسنان داخل الفم من خلال تقنية أو تقنية تصوير عالية الدقة، بالإضافة إلى ابتكار ثالث وهو الميكروسكوب الجراحي في علاج الأسنان، وهو أيضا يوفر مجموعة متنوعة من الوظائف المريحة والتي يساعد على منع ظهور أو منع آلام الظهر والرقبة في أثناء علاج الأسنان التي يمكن أن تظهر من خلال آلام الأسنان. الكثير من الابتكارات التي يتم عرضها هنا في هذا المعرض، بالإضافة إلى ذلك هناك إقبال كبير من سواء من الأطباء من أطباء الأسنان أو حتى من الزوار العاديين القادمين لمشاهدة هذه الابتكارات ومشاهدة ما يتم أو الجديد من ابتكارات علاج الفم والأسنان هنا من خلال معرض أيدك. نعم.